مرحبا يا أطفال يا حلوين، كيفكن؟ أكيد أنتو هلأ نعسانين وحابين تسمعوا حكاية جديدة اليوم قبل ما تناموا. واليوم راح أحكي لكم حكاية كتير حلوة، بس قبل ما أحكي الحكاية هاي لازم تقولوا للبابا أو للماما أو للشخص اللي فتح لكم الفيديو إنه يشترك بالقناة ويعمل لايك، عشان أنا كل ما نزل فيديو وقصة جديدة توصلكم وتسمعوها. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا خلينا نبلش. كان يا مكان في قديم الزمان. اليوم قصتنا رح تحكي عن شجرة، وهي الشجرة اسمها الشجرة الكريمة. تمام. كان في تلة عالية، يعني جبل عالي، تمام، ورا هذا الجبل كان في منظر كتير كتير حلو، بيطلع البحر، وفي بتشوفوا في غروب الشمس وشروق الشمس، كتير كان منظر حلو. بس فوق على هي التلة كان في شجرة كبيرة، وهي الشجرة كانت كتير 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 حلوة. وكان في ولد صغير يطلع كل يوم كل يوم كل يوم لعند هي التلة ويروح لعند الشجرة، وكان يحب يقعد كتير عند الشجرة ويطلع على منظر الشمس ويطلع على البحر، وكان يقعد هنيك وينبسط كتير وقت يطلع يقعد ناحية الشجرة. يوم من الأيام طلع وهو قاعد مستند على الشجرة، قام الشجرة صارت تحكي معه. هو اتطلع هيك على الشجرة، تفاجأ انه كيف الشجرة عم تحكي معه؟ معقولة؟ فوالله هي الشجرة صارت تحكي معه لهذا الولد، قالت له كيفك؟ انا كتير بحبك وانا بحس فيك كل يوم كل يوم، تجي لعندي وبتقعد عندي وبتستند علي وانا كتير بحبك. هو انبسط وتسمع هذا الحكي من الشجرة، فقال للشجرة، قال له أنا كمان كتير بحبك، مشان هيك أنا بجي كل يوم كل يوم وبقعد هون وبستند عليكي، وأنتي شجرة كتير كتير حلوة، وأنا وقت بجي بقعد هيك عندك كتير برتاح، وأنتي عندك كتير هيك ورق وأغصان كتير حلوة، فأنا كتير بحبك، بحب إنه أجي أقعد عندك واستند عليكي وأقضي وقت كتير أنا وياكي. بس أنا هلأ كتير كتير مبسوط أنه أنا عم بحكي معك وأنت عم تحكي معي، فأنا مستغرب. فهي قالت له لا تستغرب، أنا كتير بحبك ونحن هلأ من يوم ورايح صرنا أصحاب. المهم قال له طبعا صرنا أصحاب. المهم هذا الولد صار كل يوم كل يوم يفز الصبح ويروح لعند هي الشجرة ويقضي معها وقت كتير طويل، وكانوا وقت اللي يروح لعند هي الشجرة كان يقعدوا وياها، والعصافير يكونوا موجودين فوق كمان، عم يطلع صوت العصافير حلو وعم يلعبوا كمان، وكان يوقفوا على أغصان هي شجرة لأنه شجرة كتير كانت حلوة. بالإضافة أنه الولد صار يجي كل يوم كل يوم ويلعب هو وهي الشجرة، يلعبوا طمامة اللي هي اللي بسموها لعبة الغميضة، هو يتخبى يلعب هو وياه، هي تدور عليه وهي واقفة تشوف أغصانها، يطلع لفوق على الشجرة، يقعد على الشجرة يتفرج على منظر البحر، يشوف منظر الغابة من فوق وهي عالية، وكان يحكي معها على الشجرة وينبسط كتير وياها. فالمهم صار هذا الموضوع كل يوم كل يوم، يروح ويفز تاني يوم الصبح يجي لعند هي الشجرة ويحكي هو وياها ويلعب هو وياها ويقضوا أوقات كتير كتير حلوة، ويضحكوا مثل ما كنتم شايفين هون، تمام، يضحكوا مع بعض ويحكوا قصص وسير كتير حلوة، ويطلع هو لفوق ويقعد على أغصانها يعانقها، وكان كتير يحبها. بالإضافة إنه كان ياخذ الوراق تبع الشجرة تبعها ويعمل تاج، مثل ما كنتم شايفين شوفوا التاج اللي كان يعمله، كان يعمل تاج ويلبس تاج هيك، تمام. وبالإضافة كان يطلع ويتعربش هيك، يتمسك على الأغصان تبع الشجرة ويتعربش عليها ويلعب هيك، كان كتير 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 انبسط بالوقت معها.
المهم ضلت هالقصة هاي هيك لحد ما الولد كبر شوي. شوفوا هون صورته، كبر هلأ قاعد هو مستند على الشجرة ومبسوط كتير كتير. فالمهم هذا الولد كبر، وبعد ما كبر هذا الولد شو صار؟ صار عنده رفقات، فصار ينشغل مع رفقاته وصار ما عاد يروح كتير لعند هاي الشجرة. فيروح مثلا يحكي هو ورفقاته، يتفرج على الشجرة من بعيد، يعمل حاله ويروح، ما عاد راح لعند شجرة وحكى هو وياها ويلعب هو وياها، فصار يروح لعندها كل أسبوع مرة يعني. فالشجرة تستنى يجي الليل تقول لحالها بده يجي لعندي، ما يجي. هيك يجي تاني يوم بنهار يجي يسلم عليها، هي كتير تنبسط وتيجي لعندها تنبسط. فسألته قالت له ليش ما عاد اجيت لعندي؟ قال له والله انه انا كبرت هلا صار عندي رفقات وما عاد فاضي اني اجي لعندك كل يوم كل يوم، فبعتذر منك اني ما عم بحسن اجي لعندك كل يوم كل يوم لانه صار عندي رفقات وعم روح واجي انا وياهم كتير، فما عاد عندي وقت اجي لعندك. المهم حكيت هي وياه وانبسطوا وكذا، وبعدين حمل حاله وراح. راحت الايام واجت الايام، راحت الايام واجت الايام، كل يوم كل يوم تتطلع على الممر هاد تقول لحالها اليوم رح يجي ما يجي، اليوم رح يجي ما يجي. بقى شجرة كانت عالية كتير، كانت تتطلع على شجرة من فوق وتشوف انه رح يجي ولا ما رح يجي، فما كان يجي هذا الولد. المهم يوم من الايام شافته من بعيد جاي، هو جاي من بعيد، اجا وصل لعندها، كانت هي كتير مبسوطة وفرحانة انه وصل ورد رجع لعندها. شوفوا بس هون صورته، صار كبير، كبر صار شاب. المهم قالت له وينك ليش ما عم تجي؟ قال له والله مشغول وصار عندي شغل والحياة كتير صارت صعبة وانا كتير تعبان وكتير زعلان هلأ. قالت له ليش تعبان وليش زعلان؟ قال له بدي مصاري، لازمني مصاري، يعني انا بدي اتجوز هلأ وبدي أسس حياتي، فلازم إنه يكون معي مصاري وما معي مصاري كتير. قام قالت له طيب ما بدك تجي تقعد عندي وتتفرج هيك على الشمس مثل ما كنت تجي تتفرج هيك على غروب الشمس ونقعد أنا وياك ونحكي سوا؟ قام قال له والله بعتذر منك إنه أنا كتير مشغول ما عم يصح لي أجي لعندك كل يوم، بس أنا اليوم جاي لعندك أطمن عليك وجاي أشكي لك همي، أنا كتير تعبان ولازمني مصاري ومحتاج مصاري. قام شو قالت له الشجرة؟ قالت له الشجرة، قالت له للأسف، قالت له أنا ما فيني أقدم لك شيء، أنا شجرة بضلني هون ثابتة ما فيني أقدم لك شيء ولا فيني أعطيك شيء، بس إذا بتحب رح أقترح عليك اقتراح، أنا في عندي على الشجرة تفاح تمام، وهذا التفاح اللي عندي على الشجرة بإمكانك تقطفه وتاخد كل شيء تفاح عندي على الشجرة وتبيعه وبيجيك منه مصاري. انبسط كتير وقت سمع هذا الحكي، قال له عن جد عم تقولي هيك؟ انت تسمحي لي انه اخذ التفاح من عندك؟ قالت له ايه خذ التفاح كلياته وبيعه. المهم انبسط كتير وطلع على الشجرة، شوفوا هون كيف طلع على الشجرة وصار يقطف التفاح يلي موجود على الشجرة. قطف التفاح كلياته يلي على الشجرة واخذ التفاح وحمل حاله وراح. راح هذا الشاب، بعد ما راح راحت الايام انتظرته تقول هلا بيجي واليوم بيجي وما كان يجي هذا الولد، وراحت الايام واجت الايام وما كان يجي هذا الولد. اجوا العصافير كمان مثل العاده على الشجره، سالتهم قالت لهم شفتوا شيء؟ شايفينه للولد؟ قام قالوا له انه ما عم نشوفه مو مبين. قام قال له ماشي. والله بعد فتره رجع لعندها، رجع لعندها وقال لها انه انا اشتقت لك واليوم صراحة اجيت لعندك لحتى اني شوفك واحكي معك. قالت له بس طولت علي الغيبة كتير ما عاد اجيت لعندي ليش؟ قال له والله انا تعبان وضعي تعبان وبصراحة انا هلا رح اتجوز وصار عندي مرة وصار عندي ولاد وانا لازمني بيت، فانا لازم عمر بيت لحتى احسن عيش انا وياهم واسكن انا وياهم، وانا ما معي مصاري كتير، شو بدي اعمل؟ شو بدي ساوي؟ مالي عارفه، جاي اسالك واستشيرك شو اعمل وشو ساوي.
عم أكل الشجرة، أكل للأسف، أنا ما فيني أعطيك شي ولا فيني أعمل لك شي، أنت بتعرف إنه أنا شجرة ثابتة وهذيك المرة أعطيتك التفاح اللي عندي، بس هالمرة إذا بتحب، إذا أنت بدك تعمر بيت من خشب بإمكانك تطلع وتقطع أغصان الشجرة تبعي وتاخد الخشب تبع الأغصان تبع الشجرة تبعي كلها وتعمر البيت اللي بدك تعمر. فرح كتير هذا وقت سمع هذا الحكي، قال لي عن جد بدك تعطيني أغصانك؟ قالت له ايه بعطيك أغصاني ما في مشكلة، انت صديقي وانا كتير بحبك وحبيبي، خدهم للأغصان الشجرة ما عندي مشكلة. انبسط كتير منها وعجبته الفكرة وعجبه الموضوع، طلع والله بلش على هالشجرة، هو طلع على هالشجرة وبلش بقى شو يساوي، بلش يقطع الأغصان تبع الشجرة مشان ياخدهن ويعمر بيت ويسكن فيه هو ومرته وولاده. مثل ما لكم شايفين هو قطع أغصان الشجرة كلها وعلى 24 وحمل حاله وراح. الشجرة مثل ما لكم شايفين الشجرة كان في عندها خضار وكان في عندها تفاح وكان في عندها أغصان، بس هلأ شوفوا كيف صارت، صارت ما عندها لا أغصان ولا عندها خضار ولا عندها تفاح وما عندها شيء، صفيت هيك لحالها واقفة بهالتلة. المهم راحت الأيام وإجت الأيام وهي عم تنتظر إنه هذا الولد يرجع لعندها يتطمن عليها، اشتاقت له كتير. والله مضت الأيام وما كان يجي هذا الولد. اجوا العصافير سألتهم شفتوا شي؟ عملوا له ما عم نشوفه، ما مو مبين علينا، ما عم نشوفه أبدا. وبنفس الوقت العصافير اجوا كانوا يوقفوا على الأغصان تبعها ينبسطوا يصيروا يزعزقوا ويطلع صوتهم حلو. فاجوا ملقوا الأغصان تبع الشجرة، قام حملوا حالهم وراحوا على شجرة تاني، زعلوا إن الشجرة ما عاد في عندها أغصان. راحوا والله على شجرة تاني واجوا قالوا له إنه نحن هلا ما عاد نحسن نوقف على أغصاني، شو بدنا نساوي؟ قالت لهم معلش أنا عطيت أغصاني لرفيقي وما عاد عندي، خلص روحوا وقفوا على شجر تاني. المهم راحت الأيام وإجت الأيام وصاروا بالمدينة شو يساووا؟ صاروا يقصوا الأشجار يلي موجودة بالمدينة مشان شو؟ يقصوا كل شيء أشجار مشان شو؟ مشان يعمروا المدينة وتصير المدينة فيها مباني. مثل ما لكم شايفين هون المدينة صارت فيها مباني كتير، مثل ما لكم شايفين عندي هون، وهي المباني اللي موجودة هون كان عوضها موجود كلها أشجار وكلها خضار وكانت كتير غابة حلوة كتير كتير كتير. بس راحت الأيام وجت الأيام وتغيرت الحياة وتغيرت الدنيا وراحت الغابة، بس ظلت هي الشجرة موجودة فوق بالتلة، هي الشجرة ساعتها موجودة بالتلة. والله بعد فترة هي عم تستنى، قالت لحالها انه بركي بيجي لعندها هذا صاحبها، ما عاد عرفت عنه شيء. اجى لعندها هذا بعدين مثل ما كن شايفين كبران، صار كبير وعامل دقن وحالته حالة، انبسطت كتير وقت اللي اجى لعندها، اجى واستند هيك عليها وقعد على الشجرة وصار يبكي. قالت له شو بك يا صديقي ليش عم تبكي؟ صار يبكي وقال له انه انا تركوني مرتي وولادي وتركوني لحالي وراحوا وأنا ما عاد بدي أعيش بهذه البلد. قالت له ليش ما بدك تعيش بهذه البلد؟ قال له أنا بدي أطلع، بدي سافر وبدي روح أنا بالبحر على مكان تاني، بس أنا للأسف ما عندي قارب، وأنا إذا بدي أعمل قارب ما عندي قارب مشان إذا بدي روح أنا بالبحر فيه. الشجرة زعلت عليه كتير. شو قالت له الشجرة؟ قالت له طيب ما في مشكلة. قالت له طب قص الجزع تبعي، بقيان هذا الجزع تبع الشجرة قصه وخلي لي بس هم من تحت أنا ثابتة. سمع هذا الحكي هو قال له هيك بدي ساوي؟ قالت له ايه قص الشجرة وخود وعمل قارب، اصنع قارب، وهذا القارب اللي بتصنعه بإمكانك تبحر فيه. انبسط كتير هو وفرح كتير وتسمع هذا الحكي، قال له ماشي. وراح بعدين شو ساوى؟ صار يقطع الجزع تبع الشجرة مثل ما كن شايفين هون، بلش يقطع الجزء تبع الشجرة. والله قطع جزء تبع الشجرة ومثل ما كن شايفين عم هون شو عم يساوي؟ عم يصنع القارب مشان بده
يركب بهالقارب ويروح بالبحر على بلد تاني. والله شوفوا هون، صنع القارب وساوى القارب وصار كله تمام. وقف هون بعد ما خلص، ودعها للشجرة وحمل حاله وراح. مثل ما كنتم شايفين هون بالقارب، حمل حاله وراح، تركها لحالها للشجرة. المهم راحت الأيام وإجت الأيام، والشجرة هون زعلت كتير، قالت للأسف أنا هلأ ما عاد شوفه لهذا الولد، راح ما عاد شوفه أبدا لأنه سافر. راحت الأيام وإجت الأيام، وصارت الغابة ينقص كل شي شجر فيها، ويطلعوا هون ويعمروا بنايات مثل ما لكم شايفين. المهم بعد فترة رجع هذا الرجال مثل ما كن شايفين، رجع على هي البلد، بس مثل ما كن شايفين هون صار كبير وختيار، وهو عم يمشي بتحسوا انه تعبان، عم يمشي على العكازة، ما هو عكازة عم يمشي عليها، وكل ما يمشي شوي يوقف يرتاح لانه قلبه بيجعه. المهم اجا طلع هيك هذا الختيار، شاف المدينة وشاف المعامل والمصانع، وطلع انه العمل ليش صار، شو صار بالمدينة، ليش كل مدينة راح كل شي فيها، ما عاد في اشجار ولا عاد فيها شي. والله شو قال لحاله، قال لحاله خليني روح وشوف هالشجرة لساتها موجودة ولا لا. وصل لعند الشجرة، الشجرة فرحت كتير انه رجع، قالت له اهلين اخيرا رجعت يا صديقي. قال له والله رجعت وبدي شوف البلد وبدي اطمن عليك، اشتقت لك كتير كتير وبدي شوف شو صاير بالبلد، بس للأسف عم بتطلع انه البلد كل شيء اشجار راحت ومو صفيان غير البنايات. وين الاشجار راحت؟ قالت له وين الاشجار كلها راحت، والانسان ما في الا عم يقطع الاشجار ويروح الاكسجين من المدينة ومن المكان اللي هو موجود فيه، لانه الاشجار وقت بيكون في اشجار كتير بتعطي اكسجين نظيف للمكان اللي انتم موجودين فيه، فمشان هيك الشجر والخضار والغابة كتير منيحة. تمام؟ المهم قالت له طيب ما في مشكلة، ما بدك تجي تقعد ونتفرج على غروب الشمس أنا وياك سوا مثل ما كنا نقعد نتفرج على غروب الشمس؟ قال لهم بلا. والله قعدوا، اجا هو قعد وصاروا يتفرجوا على غروب الشمس، وصار يتذكر أيام زمان، وهي فرحت كتير وانبسطت كتير انه رجع لعندها هذا الولد اللي كانت تحبه. هلأ شو العبرة وشو الفكرة من الحكاية اللي حكيت لكم ياها اليوم؟ العبرة والحكاية انه لازم نحنا نحافظ على البيئة ونحافظ على الطبيعة. هلأ وين ما بتروحوا بتلاقوا في بنايات وفي مصانع وفي دخان، وهذا كله عم يعمل تلوث للجو، وبالإضافة انه عم يقيموا الأشجار وعم يقطعوا الأشجار وعم يقيموا الغابات، وهذا غلط. فنحنا لازم نحافظ على البيئة ونحافظ على الأشجار، لأنه الأشجار والخضار بيعطونا أكسجين وهواء نظيف لحتى نحسن نستنشق هذا الهواء ويكون هواء نظيف. هاي حكايتي كانت لليوم، أتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم. وتوتة توتة خلصت الحتوتة، حلوة ولا فتفوتة؟ أكيد حلوة، أكيد أنتوا هلأ نمتوا وما عم تسمعوا أنا شو عم بحكي. يلا بشوفكم مرة تانية بحكاية جديدة. باي.